اليوم 30 سبتمبر عام 2000 استشهد الطفل الفلسطيني محمد الدرة. محمد الدرة هو أيقونة فلسطينية هزت ضمير العالم عام 2000 بعد اندلاع انتفاضة الأقصى وكشفت عن مدى جرم ووحشية الاحتلال الإسرائيلي اللي يطلق الرصاص بدم بارد على الفلسطينيين بما فيهم الأطفال. تولد محمد جمال الدرة نهار 22 نوفمبر 1988 بمخيم البريج في قطاع غزة. والده جمال كان نجار، والدته أمل كانت ربة بيت وعانت برشا في تربية أولادها نظراً لظروف البلاد الصعيبة. درس محمد الدرة حتى السنة 5 ابتدائي وتم إغلاق مدرسته بسبب الاحتجاجات يوم استشهاده، النهار اللي كان فيه محمد الدرة رفقة والده في شارع صلاح الدين بقطاع غزة. وين طالتهم يد الغدر الإسرائيلية أيام الانتفاضة عام 2000 رغم محاولة الأب اليائسة لإنقاذ ابنه الصغير محمد اللي استشهد في لحظتها. مشهد أبكى البشرية وهز ضمائر الإنسانية. لحظة استشهاد محمد الدرة نهار 30 سبتمبر عام 2000 باندراع والده نقلتها لأكثر من دقيقة كاميرا الصحافي شارل أندرلاند في قناة فرانس 24 واللي أظهر فيها توسلة الأب اليائسة لوقف نيران الكيان الصهيوني. محمد استشهد في أحضاني أمام مرأة العالم بأسره، وأمام شاهده كل العالم عبر شاشات التلفاز. حاول الاحتلال وجهات يهودية متطرفة التنصل من الجريمة بإلقاء اللوم على المقاومة الفلسطينية والادعاء بأن الطفل محمد مات مقتول على يد الفلسطينيين لتشويه صورة فلسطين لدى الرأي العام الدولي.